احتفاظ نظمته وزارة العدل بمدينة الحمامات بالتعاون مع برنامج إصلاح القضاء الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. أكد وزير العدل غازي جريبي أن المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق نتائج إيجابية منذ دخول القانون الخامس المتعلق بالاحتفاظ حيز التنفيذ في فبراير 2016. انطلاقا من آخر الإحصائيات التي تفيد بأن عدد الموقوفين يناهز تقريبا نصف عدد المساجين الإجمالي، شرعت وزارة العدل في القيام بإصلاحات. قال وزير العدل غازي جريبي إنها حققت نتائج إيجابية منذ دخول القانون الخامس المتعلق بالاحتفاظ حيز التنفيذ في فبراير 2016 و2000. احنا نحب في هالسياسة الجزائية، في السلسلة الجزائية هذه، نقلصوا من يعني مسألة الإيقاف التحفظي من الأجال متاع الاحتفاظ. عنا توجهين، التوجه الأول خطر النجم نعوض الإيقاف التحفظي بوسائل أخرى كما مثلا معناها البراسلي إلكترونيك، هذايا كذلك معناها فما عقوبات بديلة للعديد يعني من الجرائم اللي النجم مش دائما السجن. ويشمل هذا القانون الذي اعتبر من أهم الإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل والحكومة أحكاما جديدة تتعلق بمدة الاحتفاظ وغيرها من النقاط. قال خبراء أنها تستجيب في مجملها إلى تطلعات المجتمع المدني دون التأثير على نجاعة التصدي للجريمة. طيب ما يصيرش الاحتفاظ إلا بمراجعة النيابة العمومية، الباحث يهز ملخص للوقائع لوكيل الجمهورية حتى في البرمانونس في داره ولا في المحكمة سبت ولا أحد ولا عطلة رسمية، خول هالتنقيح الجديد. وفي الحقيقة عمل معناها ثورة في التشريع اللي هو المحامي أصبح من صلاحياته الحضور لدى مراكز البحث وإنابة المتهم. زاد القانون الجديد هذا جاب لنا تقليص في الأجال، كانت تتحسب بالأيامات ولتتحسب بالساعات، 24 ساعة وفي 48 ساعة فيما نسموه احنا في الجنايات في الجريمة في الجرائم الخطيرة. أعتقد أن تونس قامت بمجهود مهم من خلال القانون الجديد المتعلق بالاحتفاظ، وخاصة فيما يخص نقل القضايا من الشرطة إلى وكيل الجمهورية وأيضا حضور المحامي في مراكز البحث. ووفق المشاركين في هذا الملتقى الذي مثل فرصة لاقتراح حلول بهدف تجاوز الإشكاليات خاصة على مستوى تطبيق القانون، أكد المشرفون على برنامج دعم إصلاح القضاء أنه سيتم قريبا دعم جميع الإصلاحات من خلال مراجعة المجلة الجزائية.